أولا شكرا على الحضور، شكرا للعمق المغربي على هذا الالتفاتة. أنا بالنسبة لي كان عندي، كان جاني شي حريق في الظهر ديال لاسياتيك، كانت عندي قديم، ومشيت قلت نمشي ندير ليه الترويض، ولكن ملي درت الترويض عاد بان المشكل. مشيت دخلت درت الترويض على رجلي، خرجت مشاو ليا رجلين، مشاو رجلين بجوج، مابقيتش قدرت ما عرفتش اش وقع. عاد اتصلت بالناس وداكشي، واحد الصديق الله يعمرها دار سي عبد المنتصر داني لواحد الكلينيك، درت لي ريام ولا اش كيقولوا ليه، ولقيت واحد، وبقيت كنقلب حتى لقيت واحد الدكتور الله يعمرها دار، الدكتور شفيق، رجل فاضل وكيخاف الله الصراحه. مشيت عنده قال لي راه عندك القروج ماشي كان لداخل وكيدير لك النير اسياتيك، راه خرج، خرج ولصق. هو يدى لي الرجلين بجوج. دابا البارح دغيا قال لي وما تعطلش عليا، شتونا نهار الاثنين في الليل، درت تحاليل وداك القلب وداك الشيء، كيجيبوني الاخوان باش درت هذا الشيء، والبارح دار لي العمليه. ولكن راه داك الالم اللي كيدير هذاك الشيء راه ما كيتصور، راه الثمن هذاك هذاك القروجه هو هنا. شوف هذاك هذاك تشوفوا. ودابا كنتسنى واش غادي نقدروا نديروا الترويض، باش حيت الترويض ماشي دير للظهر، الترويض ديروا الرجلين باش تقدر يمكن تمشي، ولا ان شاء الله ما يكون غير الخير ان شاء الله. المهم بعدا غير يحيد دوك اليد الاولي، غادي يكون الخير ان شاء الله، غادي يكون الخير، غادي يكون ان شاء الله. بعدا ديال لاسياتيك مشى، باقي غير داك لي دولور ديال الجرح الدار والفاصمه، وباقيين هاد المشكل ديال الرجلين اللي صعيب باش توقف عليهم في البلاصه، حيت شحال هما جامدين. ونقول لهم الله يرحم والدين كاع اللي كيسقسوا فينا، لا نتمنى ان شاء الله لا يضرهم كلهم، ما بغيت حتى شي واحد شي حاجه بحال هاد الشيء هذا. والله العظيم هذا مرض العصر ولا اش كيقولوا ليه كاع. ان شاء الله غادي يكون الخير، خصنا غنقربوا نشوفوا كيف غادي يدوز هذا الشيء ان شاء الله، وما يكون غير الخير ان شاء الله. وشكرا لكم كاملين، وشكرا للعمق المغربي، تبارك الله عليك.